مشاهدينا الكرام ارحب بانضمام الشيخ علي بن حاج نائب رئيس الجمعيه السلميه للانقاذ. شيخ علي، عدنا الى ملف التسعينات من جديد، والمناسبه ذكرى احياء اغتيال القاصدي مرباح مدير المخابرات ورئيس الحكومه الاسبق. ما الذي تقوله بهذه المناسبه؟ اولا اقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولضيوفك الكرام وللنظاره. وعليكم السلام ورحمه الله. غايه ما اقول اننا لا نريد ان نعود الى التسعين، ولكن النظام بسياسته العرجاء وتماديه في تجاهل الحقائق هو الذي يعيدنا الى التسعين، لانه لم المشكل السياسي لم يحل حلا عادلا شاملا يعطي كل ذي حق حقه. هذا هو الشيء الذي يعيدنا الى التسعين، وانتم تستمعون في جميع النشرات وفي الجرائد وفي يعني الموائد المستديره دائما يعودون الى العشريه السوداء، فنحن نضطر الى ان نعود اليها ونجلي الحقائق بعد ان غيبنا سنوات طوال، وكان الاعلام هو الذي يتبوق الجنرالات الذين انقلبوا على الاراده الشعبيه، فلا يسمع صوت الا صوتهم. اما الان الحمد لله الشباب والابناء قد كبروا وعرفوا ما عرفوا واصبحوا يطالبون بمعرفه الحقيقه وبالعداله، هم لا يطالبون بالادانه اكثر مما يطالبون بمعرفه الحقيقه على وجهها الصحيح، وايضا يطالبون بالعداله وباعطاء جميع الناس حقوقهم السياسيه والمدنيه، ويعني ان يكون حل شامل يعطي لكل ذي حق حقه. وهناك ملاحظه يعني جديره بالحديث عنها، هاي الملاحظه شيخ علي ربما انت اشرت اليها، كيف لا يشار لهذه الشخصيه، شخصيه مهمه جدا، قاصدي مرباح في الاعلام العمومي؟ هذه الشخصيه محسوبه على السلطه، يوما ما كان مدير مخابرات في عهد بومدين في تلك المرحله العصيبه، بالاضافه الى شغله منصب رئيس وزراء، ومع ذلك فان التلفزيون العمومي او وسائل العموميه الاعلام العمومي المحسوبه على الدوله لم يتكلم ولم يشير ابدا لهذه الذكرى 22 لاغتياله. هذا داخل في التركيبة العقلية، عقلية النظام قبل الثورة وبعد الثورة، عقليته الإقصاء وعقليته أمام المعارضين المطاردة والملاحقة والاغتيال، وقد يعني عرضتم ذلك جليا وواضحا. فهذه العقلية ما زالت لحد الآن هي السائدة وهي القائدة وهي الرائدة، وما لم يتخلى النظام عن هذه العقلية، عقلية الإقصاء وعقلية الاغتيال والمطاردة، وأنتم تعرفون بأن النظام هذا ماهر في مطاردة المعارضين سواء كانوا سياسيين أو إعلاميين أو حقوقيين أو مفكرين أو رجال ثقافة حتى خارج الوطن، لكي ينتقم منهم ويتشفى منهم ويراهم وراء القضبان، كما حدث للمحامي الشجاع بارك الله في رشيد مرسلي، نسأل الله عز وجل أن يرده إلى أهله ردا جميلا، وسيعود إن شاء الله إلى أهله، لأن العدالة إيطاليا التي أدخلت بيرلوسكوني إلى السجن وأدانته سوف تعرف بأن الملف الذي سيأتيها من النظام خفيف لا قيمة له، كما حدث للاخ دينا وحدث للاخ عمر عبد القادر وحدث للاخ هدام وحدث لعشرات الالاف ممن طاردهم النظام، ثم ثبت امام عداله تلك الدول ان الملفات خفيفه مليئه بالشكايات وبالاكاذيب والاراجيف، وبعضها عباره عن قصاصات جرائد لا اكثر ولا اقل، مما اضطر العداله في تلك البلدان الى الاعتذار، وبعضهم عوضت له وبعضهم اعطته حتى اللجوء السياسي. اذا فنحن نعرف هذا النظام ما لم يتخلى عن هذه العقليه التي دمرت البلاد وشتتت العباد ورملت النساء وشتتت الاولاد، ما لم يتخلى ولا يمكن ان يتخلى الا بتغييره
تغييرا جذريا يعني يشارك فيه جميع ابناء الجزائر من جميع الطبقات ومن مختلف الاتجاهات. طيب شيخ علي، فقط للمشاهد ولنا جميعا، هل تؤكد هذه الروايه التاريخيه التي كان وراها احد ضيوفنا اليوم وهو احد ينتمي لعائله قاسدي مرباح، قال انه قاسدي مرباح ساءه سيلان الدم في تلك الفتره وسعى سعيا حديث من اجل حل سلمي وامن وسياسي في تلك الفتره، وكان على موعد للقاء بعض قيادات الجمهوريه الاسلاميه الانقاذ في الخارج، ربما سويسرا او فرنسا، ولكن تسرب الخبر لبعض منهم محسوبين على السلطه فتمت تصفيته. على كل حال، كل شخصية سياسية أو عسكرية أو وطنية أو تاريخية من الناحية الموضوعية لا من الناحية العاطفية ينبغي أن يوضع الرجل في المحطات التي تولاها، كل محطة له فيها تقييد، لكن نحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالخواتم. لا شك أنه في أواخر مشواره السياسي كان ينادي بحل سياسي يشارك فيه الجميع بما في ذلك الجبهه الاسلاميه للانقاذ حتى تتفادى البلاد حمامات الدم. ولا شك ايضا ان الذين اغتيلوا من طرف هذا النظام، انا اعطي مثال بسيط اذا سمحت على كل حال. تفضل تفضل. اعطي مثال بسيط، كلنا يعرف من اغتال بوذياف. طيب لماذا لا تعاد محاكمته في هذا الظرف؟ قد تغير الظرف وتغيرت الامور، يعاد محاكمه بوم عرافي الذي هو في السجن العسكري بالبوذيده، تعاد محاكمته وامام الاعلام وامام الراي العام. الذي اغتال الشهيد عبد القادر الحشاني رحمه الله الذي سفى ابنه هذا الاسبوع، نسال الله له السعاده والهناء ولسائر المسلمين ان شاء الله، يعني لماذا لا يخرج فؤاد بولمية وتعاد محاكمته ويعطى الحريه التامه على ان يقص القصه امام الجميع؟ اذا هنالك اغتيالات سياسيه اصحابها ما زالوا من وراء الخبان. تغيرت البلاد وتغيرت القيادات العسكرية وتغيرت، لماذا لا يفتح هذا الملف؟ فضلا على أنني أقول أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ، أقصد قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، رفضت الوصول أمام المحكمة العسكرية في البوليدة بحكم أنها محكمة عسكرية استثنائية تمشي بالهاتف، ولذلك صدرت الاحكام علينا غيابيا وان كنا نحن داخل السجن. فنحن رفضنا رغم ان المحاكمه تمت قبل التشريعيات كما يعرف الناس في التاريخ، ورغم ذلك نقولها للمره الالف، نحن مستعدون على الوصول امام لجنه وطنيه من شخصيات تاريخيه وسياسيه وعلميه وفكريه وقانونيه نزيهه لمعرفه الحقيقه، كما اننا مستعدون على ان ننزل امام محكمه وطنيه حياديه توفر فيها جميع يعني جميع فرص الدفاع الحر يحضرها الجميع. وايضا نتحدى النظام على اننا نستطيع ان نذهب حتى الى محاكمه دوليه ليعرف الناس من هو صاحب الحق، من هو صاحب الباطل، حتى تحدد المسؤوليه على الوجه الدقيق، لان المسؤوليات لا يحددها لا هارون ولا نصار ولا الصحابه ولا زيد من الناس او عمر. المسؤوليات يحددها القانون عن طريق محاكمه نزيهه شرعيه وطنية دولية. نحن مستعدون، فهل النظام مستعد لذلك؟ هل رموزه الذين معهم الآن على قيد الحياة مستعدون على أن يمثلوا أمام المحاكمة؟ هذا السؤال ينبغي أن يطرح على النظام، أما نحن فقد أجبنا والحمد لله. هذا عن الجانب الحقوقي شيخ علي، ماذا عن الجانب السياسي؟ نشاطكم السياسي وأنتم الآن الأعضاء في لجنة الهيئة المتابعة والتشاور التي تدور في فلك التنسيقية الانتقال الديمقراطي والحريات، ماذا عن هذا النشاط وأنتم ما تزالون مكبلين بهذه القيود، قيود التسعينات؟ لسنا فقط مكبلين، أنا أتحدث معك وأنا محاصر، أنا محاصر برجال الأمن حيثما ذهبت وحيثما وارتحلت.
فاذا هذا الحيث وهذا الظلم. وقد سمعتم قبل قليل الاخ بدر الدين جزاه الله خير يتحدث عن الحاله الاجتماعيه التي آل اليها الالاف من الناس، من العائلات، من الاولاد، من الاطفال. يعني هنالك اثار مدمره، ونحن نقول بكل عقلانيه وبكل موضوعيه وبكل محبه، نقول والله اذا لم يسارع الى حل سامي يشارك فيه الجميع فان هذه الازمه سيرثها ابناؤنا واحفادنا وتبقى جيلا بعد جيل. ونحن نسمع عائلة تشحباني ما زالت الآن يعني تنادي بالحقيقة، وعائلة قاسم الباح تنادي بالحقيقة، وعائلة عبدان رمضان تطالب بالحقيقة، وعائلة أيضا كريم بالقاسم تطالب. يعني أحفادهم الآن ما زالوا يطالبون بكشف الحقائق كيف اغتيل أسد القبائل، يعني كريم بالقاسم هكذا يسرق أمام يعني في فندق. ما هذا؟ إذا هذه العقلية، عقلية الإقصاء والتهميش وعقلية الاغتيال لمن يخالفه في الطريق، أنت طرحت سؤالا وربما لم تجد عنده الجواب. هناك اتجاه له رأي غير رأينا أو مشروع غير، سيكون ذلك، سيكون ذلك. إذا هناك أناس لهم مشروع غير مشروعنا، ونحن مشروعنا يخالف مشروعهم، لا يكون الحل عن طريق الاغتيال، ولا يكون الحل عن طريق القتل، ولا يكون الحق عن الحل اننا نعرض ما عندنا ويعرضونهم ما عندهم الى الشعب، والشعب هو السيد، هو الذي يختار البدائل السياسيه المعروضه عليه بكل حريه. الان عندكم مثال في اليونان، لم يمر عليه ثلاثة اشهر هذا الرئيس، ولكن عندما زحمته الاشياء لم يخرج دباره ولم يصفي جناحا في حزبه او في النظام، بل نادى الى انتخابات تشريحيه يعني مسبقه. لماذا لا ينادي بانتخابات رئاسيه مسبقه بعد ان يكون هنالك مؤتمر وطني يتفق على قواسم مشتركه؟ هذا طرحنا قبل التنسيقية وكل داخل السجن، والوثائق تشهد على ذلك والحمد لله رب العالمين. وما زلنا نكرره لأنه لم يجرب، لا يمكن أن نتنقل إلى حلول أخرى ونحن لم نجرب الحلول التي طرحناها. عندما نجرب هذا الحل ثم تخرج النتائج نذهب إلى دواء آخر وإلى حلول أخرى. أما هذا هو الذي أصبحت الآن تنادي به حتى المعارضة التي كانت مع النظام. نعم، وهو كذلك الشيخ علي. أنا أشكرك جزيل الشكر شيخ علي بن حاج نائب رئيس جبهة إسماعيل الإنقاذ.